السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا تلاميذ، مرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم إن شاء الله راح نحلو هذا الاختبار لاختبار الفصل الأول في الإنجليزية للسنة الثانية متوسط. أول حاجة تلاميذ لازم تديروها في الاختبار هي نكتبوا the full name، يعني الاسم الكامل ما نساوهش. بعدها نبدأ نقرأ النص، تبعوا معايا نفهموا مليح هذا النص اللي يهضر على كونان. هاي، مرحبا. My name is Conan Idojawa. اسمي كونان إيدوجاوا. I'm 12 years old. عمري 12 سنة. I am from Japan. أنا من اليابان. I live in Tokyo. أعيش في مدينة طوكيو. They call me the little man. هما يقولوا له الرجل الصغير. I am a detective like my uncle Togomori. أنا محقق كما عمي توغوموري. I am small and slim. أنا صغير قصير القامة ونحيف. I have got short black hair. معناتها عندي شعر أسود وقصير. And black eyes. وعينان سوداوتين. I put on glasses. نلبس نظارات كما كنتم تشوفوا في الصورة. I like reading detective stories. نحب نقرأ قصص على المحققين للتحقيق. I love playing football. نحب نلعب كرة القدم. I don't like tennis. ما نحبش التنس. I have got 5 friends. عندي 5 أصدقاء. هيبارا، أيومي، جنتا، ميتسو and دكتور أغاسا. Janta is a fat and slim small boy. Janta هو ولد صغير وسمين. هذا هو Janta. This one. He's 13. عمره 13 سنة. He likes food very much. يحب الأكل جدا. You can watch me with my friends on Spacetoon every night. تقدر تشوفني في على قناة Spacetoon كل ليلة. ننتقل للأسئلة. عندنا activity 1. Read the text and fill in the table. بعد ما نقرأ النص مليح ونفهمه كما فهمناه دوكا، رايحين نعمرو هذا الجدول. We have the full name. الاسم الكامل. الاسم الكامل هو كونان إيدوجاوا. الايج، العمر ديالو 12 كما قلنا. الكنتري باردون، البلد. سيتي، المدينة. اوكيبيشن، العمل ديالو. اند لايكس، يعني وش يحب. عندنا ذا فول نيم كونان إيدوجاوا. And the age, 12. Country, Japan. يعني اليابان. City, المدينة، طوكيو. Occupation, العمل ديالو. وش قلنا؟ قلنا I am a detective، يعني محقق. likes وش يحب؟ وش قلنا نحب؟ I like reading detective stories. I love playing football. معناتها reading detective stories، يحب يقرأ قصص على التحقيق، و playing football. So we write detective. We can say just one. reading يعني قراءة. detective stories، نكتبوا وحدة فيهم، يا reading detective stories or playing football. activity 2. read the text and answer the questions. عندنا هنا 2 questions، سؤالين جاوبوا عليهم من النص.
سؤال أول قلنا can Conan play football؟ هل كونان يستطيع لعب كرة القدم؟ وش قلنا في النص؟ قلنا I love playing football so he can. We say yes. كيكون سؤال يبدأ ب can ولا is، الإجابة راح تكون يا yes يا no. Yes بعدها نقولو he، معناتها كونان he can. Is Janta slim؟ معناتها هل Janta رقيق؟ وش قالوا لنا في النص؟ Is a fat and a small boy، هذا هو Janta. So قالوا لنا fat معناتها بدين، fat هي عكس slim. So هنا رايحين نقولوا no he معناتها Janta he isn't، نزيدو not isn't. Find in the text words that are opposite to the following words. نجيبو من النص الكلمات اللي ضد هاد الكلمات. عندنا dislike، dislike معناتها لا يحب، عكسها هي like باينة. slim معناتها نحيف، عكسها هي بدين. وش قالوا لنا في النص؟ قالوا لنا fat. slim عكسها fat. long لانغ ولا long معناتها طويل، طويل على شيء، نستعملوها على الشعر على الأنف، ما نستعملوهاش على الشخص، شخص نقوله tall. سو عكس long هي short. وين قالوها لنا في النص؟ هايديك قالوا لنا short black hair short. short here we have tall. tall هي يعني شخص طويل، عكسها هي small. هم قالوها لنا هنا small وقالوا لنا Conan small and Janta small too. so tall عكسها small and long عكسها short. okay supply punctuation and capitals where necessary. هنا مدونا جملة رايحين نديرو فيها الحروف الكبيرة والتنقيط. كونان lives in Tokyo, Japan. معناتها كونان يعيش في مدينة طوكيو في اليابان. هنا كونان تبدأ بها الجملة so رايح يكون capital letter. كونان lives in Tokyo هي مكان so رايح يكون capital letter Tokyo. Japan too اسم بلد اسم مدينة يكونوا capital letter. and ما نساوش الفول ستوب. السؤال اللي بعده question is here. وش قلنا؟ reorder the words to write correct sentences يعني نرتبوا هاد الكلمات باش يمدونا جملة. عندنا three sentences sentences. yes the first name Mustafa my bin sheikh is and full stop. بينا بلي نبداو my name is it's clear. is اسمي هو مصطفى بن شيخ. and the full stop. I am a pupil at middle school and full stop. هذه راهي مرتبه نكتبوها كيما راهي. I am
a pupil at middle school and full stop. Can chess sudoku I play and متى I نبدأ دايما بالسبجكت I can بعد هالفعل can play أستطيع لعب I can play chess and sudoku. نقدر نلعب chess لعبة chess ولعبة sudoku. Put each word in the right column. عندنا four words وعندنا الكالم نحطهم في الخانة تاع I. النطق هذا I والنطق هذا A. نطق I كيما smile for example smile I will put here. و A like day. La prononciation هذه عندنا smile I و day A. My هي I pronunciation. Name A. Play A. And like I. This is good. After we have the situation of integration, الوضعية. Write an email to Conan. Tell him about yourself. معناتها تكتب ايميل مدونا هذا الشكل تاع الايميل الكونان. Tell him تقول له about yourself يعني full name الاسم الكامل الايج العمر الهايت الطول البيلد البنية hair شعر eyes العينين occupation العمل and likes وش تحب. الوضعية راح تكون بسيطة سو نبدأ بالاسم. I am قالونا هنا دير كونان معناتها عزيزي كونان. I am الاسم الكامل رامي for example سليماني بعدها الايج. I am 13 years old عمري 13 سنة. وش قالوا لنا full name age العمر بعدها الطول والبيلد البنية والطول. I am a tall ولا small a tall and a slim ولا fat slim boy ولا كنتي girl بنت تقولي girl okay. I have stop. I have got سمعتها أملكو a short or tall black نقدر نقوله black نقدر نقوله brown نقدر نقوله yellow black hair معناتها شعر أسود وقصير and a small brown eyes عينان صغيرتان بنيتان نقدر نقولو a big brown لا a big black etc. هنا خلاص انا وصفنا النفس كامل. After رايحين ننتقلوا ال occupation يعني العمل. العمل هي pupil. We say I am a pupil at for example مهني middle school معناتها متوسطة مهني full stop. وش بقالنا بقالنا likes يعني وش تحب. Boys in general يحبوا football. I like playing football with my friends مع أصدقائي. هذه هي الوضعية وانتم ما وش تحبوا.
pupils. قولوا لي الاكتيفيتيز النشاطات اللي تحبوهم. play football, watch TV or something else. نتمنى لكم التوفيق في الاختبارات. ركزوا جيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.